السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الجزء ما قبل الأخير من محاضراتي سنتكلم في هذا الجزء عن وسائل الإقناع العاطفي. طبعا عندما نحن في هذه المحاضرة تكلمنا عن التفكير المنطقي، فهذا لا يعني أننا لن نحتاج العاطفة، بالعكس العاطفة موجودة لكن تستخدم في مجالها أو في اتخاذ القرارات التي تحتاج إلى العاطفة، لكن نحن هنا نتكلم عن التفكير المنطقي. في هذا الجزء كما قلنا سنتكلم عن وسائل الإقناع العاطفي. مثلا عندما تشتري سيارة أكيد أنك ستفكر في سعرها وقوتها، وهذه أمور موضوعية منطقية، ولكن هناك أكيد تأثيرات لتفضيلك. مثلا أنت تفضل لون معين أو تفضل سيارة معينة، أو ممكن حتى أن تبيع سيارتك ليس لأنها غير جيدة لكن لمجرد عدم ارتياحك لها. إذن الجانب العاطفي مهم جدا في حياة الإنسان. مثلا كثير منا أو أغلبنا لديه مواقف من أشخاص معينين، مثلا السود، لدينا إشكال مع السود، ممكن إشكال نفسي، إشكال مع الأجانب، أي أجانب، إشكال مع المهاجرين الموجودين في بلدنا، إشكال مع داعش، إشكال مع الأمريكان، إشكال مع الشيعة، إشكال مع السنة، إشكال مع المسيحيين، إشكال مع الإخوان، إشكال إلى آخره. كل شخص أو أغلب الأشخاص لديهم إشكالات مع جهات معينة، ولو ركزنا في هذه الإشكالات سنرى أنها في أغلب الأحيان بعيدة، يعني مبنية على قرارات عاطفية بعيدة عن أي تفسير عقلاني. يعني حتى لو واحد سأل نفسه أو سأل المقابل لماذا لديك هذا الإشكال، سيحضر لك أجوبة ممكن تظهر لها أنها أجوبة يعني أدلة كبيرة، لكن في واقع الأمر هي أمور بسيطة يؤثر عليها مراجع عاطفية أثرت على هذه القرارات العقلانية وظهرت بشكل عقلاني. إذن في هذا الجزء سنتحدث عن بعض الأمور العاطفية التي يمكن أن نستخدمها لزيادة الإقناع، لأنه بعض الأحيان كثير من الناس يركزون على الجانب المنطقي ويقول سأقنع منطقيا هذا الشخص ويجب أن أقنعه وأقول له الحقيقة، لكن هناك أمور ممكن يجب أن ننتبه إليها، لأنه ممكن أن هناك أناس يتأثرون كثيرا بالجانب العاطفي. مثلا نقطة أولى، كن متعاطفا، افهم وضع المقابل، ضع نفسك مكانه كما تكلمنا في الأجزاء السابقة، هذا سيعطيك نتيجة أحسن في الإقناع فيما بعد في إعطاء حجتك المنطقية. نقطة ثانية، اختر متى، يعني لن أقول التفكير المنطقي أو الحجج المنطقية في أي وقت كان، يجب أن أراعي ظروف المخاطب، هل هو غاضب، هل هو جائع، هل هو تعبان، هل 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 هو. إذن يجب أن يكون الشخص مرتاح بعيد عن أي تأثيرات معينة. حاول أن تكون موثوقا منك، مثلا الشخص المقابل ممكن لا يعرفك ويريد منك أن يشتري منك مثلا سيارة لكن أو منزل أو إلى آخره، لكن ممكن لأنه لا يثق فيك سيتردد في شراء المنزل. لو وثق فيك، مثلا عرف أين تقطن، عرف أنك من نفس المدينة التي هو أتى منها أو من نفس البلد أو 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 يعرف مثلا ما هو مجال عملك المقارب له، أو أنك ذو مستوى عالي معرفي علمي إلى آخره، هذه ستعطي ثقة للمقابل فيك، وبالتالي ممكن أن تصل معلوماتك أكثر سهولة للمخاطب. إذا بعض الوسائل أيضا الأخرى العاطفية، مثلا ليكن سلوكك مريحا، مثلا ابتسم، كن مرح، كن مطمئن إلى آخره. نصيحة أخرى، أعطي سبب واحد قوي، يعني مثلا في حال أردت، يعني ممكن في عادة الأحيان يكون سبب واحد قوي أحسن من ألف سبب غير قوية. مثلا في حال أردت إقناع الناس بجريمة معينة قام بها مثلا دكتاتور، رئيس دولة معين، أعتقد أنه يكفي أن ترفع صورة شخص واحد وتضع قصته تحتها أو اسمه وتذكر طريقة قتله، أحسن من أن تحضر ألف كتاب أو ألف تؤلف ألف مقال عن قتل الناس وتعذيبهم في السجون أو إلى آخره. نأخذ مثال على ذلك،
مثلا هل الأحسن أن تقول إن الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية في دول العالم الثالث؟ تبرع واحد منك ربما لا يعني لك شيئا في حياتك اليومية، لكن ممكن أن يعني الكثير للآخرين. أنقذ الأطفال، فمنظمة أنقذ الأطفال هي المنظمة الأكثر خبرة في هذا المجال، لذلك يجب أن تتبرع الآن. هل هذه المقولة مؤثرة حتى يقتنع الناس بالتبرع؟ أم هذه الصورة؟ أعتقد أنه بشكل واضح هذه الصورة أكثر منطقية أو أكثر إقناعا عفوا من الكتابة السابقة. نصيحة أو وسيلة ما عاطفية أخرى، أعطي الدفء أو أحسس الناس بالدفء. مثلا شركة كبيرة مثل كوكاكولا حتى تقنع الناس بشراء منتوجها تقدم خدمات لدول فقيرة، وهذا نشاهده كثيرا في مواقع التواصل الاجتماعي. مثلا نراهم يساعدون في الهند بطريقة معينة كي يتصل الفقراء بأهاليهم إلى آخره. هذا سيؤثر عليك عاطفيا ويجعلك تشتري منتجات كوكاكولا. قضية عاطفية أخرى أيضا ممكن أن تستخدم، وهي أو وسيلة عاطفية أخرى، وهي احكي القصص. استعمل قصص مؤثرة لتوصل الفكرة للسامع، فالقصص ممكن أن تؤثر كثيرا على المتلقي. إذا في هذا الجزء تكلمنا عن وسائل الإقناع العاطفي، طبعا ممكن أن تستخدم، لكن الأهم من ذلك هو التفكير المنطقي والإقناع المنطقي، لكن يجب أن يكون في شكل مطمئن جميل، في يوضع التفكير المنطقي أو الحجة المنطقية في محلها وتستخدم بالشكل الصحيح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.